على ذكر الضغط، لكن اللي من نوع اخر للاتحاد السكندري، الكابتن طارق العشري لاول مره وهو ابن من ابناء الاتحاد مديرا فنيا لزعيم الثغر. شفت ازاي الاختيار وشايف ازاي المرحله المقبله كابتن طلعت؟ بدايه طارق رغبته كانت عاليه جدا في ان هو يدخل الاتحاد كاحد ابناء النادي، وانه ما خدش تجربه جوه النادي طول مشواره التدريبي، مظبوط، نادي الاتحاد تحديدا اللي هو بينتمي اليه. كان في غضبه شويه عليه في فتره من الفترات، غضبه عليه على طارق ولا منه؟ منه هو زعلان زعلانين منه. ولا لا هم لا اللي لا لا، زعلانين منه؟ الناس في اسكندريه كانت زعلانه منه نتيجه انه في وقت كان قريب جدا من الدخول وحصل انه ما دخلش وراح مفهوم، المقاولين. مظبوط. دي اتنست، وانا عارف انه الوقت بيمحي حاجات كثيره جدا، اتنست وبقى في رغبه من الناس دي لان هو يدخل. فالرغبه تلاقت تمام. منه ومن الجماهير ومن اداره النادي اللي كان عندها قناعه بيه. فدخول طارق انا شايف ان هو الانسب لنادي الاتحاد، والخطوه دي بقى توقيتها مناسب جدا بالنسبه له. يعني ايوه مفهوم. التعاقدات اللي بتتم حاليا جوه نادي الاتحاد، انا شايف ان النادي بادارته متمثله في رئيس النادي الاستاذ محمد مصلحي واعضاء المجلس مع طارق، اننا نخوض تجربه مختلفه الى حد، اننا نبعد عن الاسماء الرنانه، اننا نبحث تحت، اننا نحاول نجيب 50% مفهوم من النجوميه واحنا اللي نخليه 100%. تجربه واضح ان كمان الميزانيه من اكيد الاسباب وراء ده. اكيد ده سبب رئيسي. يعني كان اشتكى بحرقه استاذ محمد مصلحي في حوارنا هنا مع بعض من فكره الماديات والصعوبات اللي بتواجه نادي الاتحاد السكندري. انا مشفق عليه. اه وهقول لك سر، انا يعني محمد صديق اه يعني، وانا بحبه جدا جدا. في وقت من الاوقات كنت انا في ليبيا قبل ما يدخل المره دي رئاسه نادي ايوه الاتحاد، وكلمني عشان اجي واننا ندخل احنا الاثنين، كأنا كمدير فني وهو كرئيس نادي. ردي له قلت له ما تدخلش. ياه، قلت له الوضع صعب. مش مش يعني مش ما بكلمش عن النهارده، انا بتكلم على خمس مفهوم ست سنين مفهوم فاتوا، لان انا عارف ان هو في النهايه هيتحمل كامل المسؤوليه جوه النادي فيما يخص الانفاق تحديدا. مفهوم يعني مفهوم. يعني النهارده قد يكون معاه ناس، يعني معاه يمكن استاذ احمد عبد المجيد، معاه محمد سلامه، ناس مظبوط. بتحاول انها تسند شويه، لكن في النهايه ما فيش نادي يقوم على فرد، يعني ما فيش فرد يقدر يصرف على نادي، ولو قدر يصرف عليه مرحله مش هيقدر يصرف صح، عليه بعد كده. 100%. فالسياسه اكيد يعني من اسبابها انه الميزانيه تنزل شويه يعني في مفهوم. الفتره الجايه. كابتن ايهاب جلال على جانب اخر كان اسمه مطروح في الاتحاد وتولى مسؤوليه الاسماعيلي في ظل هذه الظروف اللي بيمر بها الاسماعيلي. شايف ازاي احتمالات نجاح تجربه الكابتن ايهاب جلال بعد تجربتين غير مكتملتين على مستوى النجاح لاسم من الاسماء اللي دايما بينظر لها ان هي كان متالقه، منتخب مصر منتخب وايه مصر تاني؟ وفاركو. وفاركو. فاركو انا شايف ان هي تجربه ما اقدرش اقول ان هي مش ناجحه، انما هي كانت قصيره جدا جدا. مظبوط. يعني دي واحده. منتخب مصر اكيد يعني ده يعني الناس اتكلمنا فيه بما فيه الكفايه. مظبوط. يعني.